وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم كلام في الكورة على قناة الصحة والجمال. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن حاجات كتير قوي. الأسبوع ده كان مليء بالأحداث والمفاجآت. كان عندنا مباراة منتخب مصر مع النيجر والفوز، والأرقام عادت من جديد 6-0 لمنتخب مصر. عندنا كتير من الأحداث، عندنا الأهلي هيلاعب حورية الغيني وهيتجه إلى غينيا بطائرة خاصة. عندنا النهاردة ذكرى الراحل العظيم المايسترو صالح سليم. عندنا كمان عيد ميلاد بركات. عندنا كمان في الجزء الثاني عندنا ضيفنا شريف جمعة، تخطيف مع شريف، هنتكلم معاه في الأحداث الأخيرة. وعندنا اللايحة التنفيذية للنادي الأهلي وماذا حدث في بند الثمان سنوات. عندنا أسرار كتير جدا، أسرار كتير هنتكلم فيها، ولكن يعني ما هنلتفت فيه بس كده قبل ما نروح للفاصل ونبدأ في أخبارنا، جملة كيد النسا التي ظهرت هذا الأسبوع وصفة الكابتن محمود الخطيب. احنا بس عايزين نفسر هذه الجملة دون الخطأ في أحد إطلاقا، بنوضح بس معنى جملة كيد النسا. كيد النسا أن يكون النادي الأهلي قرر أن هو يجلس مع الشيخ تركي الشيخ ليعلن افتتاح أو البدء في استاد النادي الأهلي. فأنا أطلع في حتة مزنوقة كده أقول أنا كمان هعمل استاد قبل ما يطلع النادي الأهلي، عشان عارف أن في حفلة وفي افتتاح لاستاد النادي الأهلي، فأطلع في حتة مزنوقة أقول وأنا كمان هعمل استاد النهاردة. ده اللي بيسموه كيد النسا. كيد النسا لما النادي الأهلي يروح يشتري في لاعب زي صلاح محسن ويعرض عليه 15 مليون جنيه و 18 مليون جنيه، وانت تخش مش عاوز اللاعب وتدنك توصل اللاعب للرقم كبير، وانت واللاعب يقول لك انا مش هروح غير النادي الأهلي وانت ترفع، اللاعب يقول لك مش هلعب غير في النادي الأهلي وانت ترفع وترفع وتوصل عشان اللاعب اللي عايز يروح نادي. يعني بنشوف النادي الاهلي لو في لاعب مش عاوز يروح وخلاص مش عايز، اول حاجه رغبه اللاعب، فانت بدنك ترفع السعر لغايه ما توصله 42 مليون، مش لانك عايز اللاعب ولا اللاعب عاوزك، لمجرد كيد النسا. كيد النسا هو اللي بتهداله طرح على الهوا، فكيد النسا لاحلى مسا لطرحه من طرح النسا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني عندنا عبد الله. عبد الله السعيد طلع واتكلم بانه استطاع ان يعني ان هو ندمان على اللي عمله، ندمان ان هو او مش ندمان عفوا ان هو بيقول ان هو مش ندمان خالص على اللي عمله، ولو رجعت به الايام ان هو هيعمل اللي عمله. ده بيؤكد سلامه اجراءات النادي الاهلي. النادي الاهلي تعامل في ازمه عبد الله السعيد مش من دماغه، لا، من دماغ جمهوره. عبد الله السعيد اراد ان يتلاعب بالنادي الاهلي. عبد الله السعيد اراد ان يتلاعب بالنادي الاهلي. خد 5، لا خد 10، لا انا جاي لي عرض خارجي ب 42 مليون جنيه وب 40 مليون جنيه. وده ايضا يوضع في كيد ان لعيب عنده 33 سنه، واخد بالك 33 سنه، هو اصلا بطيء في سرعته، لياقته البدنيه ما تستحملش يلعب سنتين كمان، فتفاجئ ان نادي بيعرض عليه التجديد ب 40 مليون جنيه في السنه، يعني في الثلاث سنين 120 مليون جنيه. فاي عائل او اي واحد هتيجي تقول له لا ده انا يعني مثلا زي ما يكون مثلا شغال عندك واحد في مطعم، فانت بتدي له في اليوم 50 جنيه، فيجي يقول لك انا معروض عليا في اليوم 50,000 جنيه. طب يا حبيبي روح، ما هو رده طبيعي، مش بيقول لك معروض عليا 100 جنيه فاخد 90، لا ده بيقول لك انا معروض عليا 50,000 جنيه. فالنهارده الرقم اللي هو حاطه ده بينزل تحت بند كيد النسا. الرقم الكبير اللي انت عايزه ده عبد الله لا يلائم النادي الاهلي. النادي الاهلي مشي في طريقه عادي، فلما لقى ان عبد الله السعيد تلاعب بالاهلي وجمهوره ووقع مع نادي الزمالك وخد 40 مليون جنيه مقدم عقد في فيلة احد اشقائه في الرحاب، وخد الفلوس وحولها على امريكا، فاذا الاهلي لقى اللاعب تلاعب بيه، فالاهلي مضاه. الاهلي مضاه. خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي، عشان الناس اللي بتتكلم ان عبد الله هيجي نادي الزمالك او هيروح اي نادي اخر او نادي بيراميدز، او اقول لك بقى المعلومه دي. عبد الله السعيد وقع قبل ما يمشي ان هو لن يلعب في الدوري المصري.
سواء بيع او اعاره، عشان حد يقول لك لا ده هو كان بيقول مش هيتباع لعيب في الدوري المصري فاحنا عاملينه اعاره. لا، لن يباع او يعار عبد الله السعيد الا لو النادي الاهلي خد 5 مليون دولار، يعني 100 مليون جنيه، وساعتها احنا كلنا عاوزين نشوف عبد الله في الملعب. عبد الله السعيد اراد ان يتلاعب بالاهلي وجماهيره، فتلاعبت به اداره النادي الاهلي وتلاعب به جماهير النادي الاهلي بعدما وقع، قالوا له هنا المبادئ والمبادئ تنتصر، لا يمكن ابدا للاعب اراد ان يتلاعب بالاهلي الا لو تلاعب به الاهلي، فوضعوا الاهلي في الصحيفه او الصفيحه التي يمكن ان يوضع فيها مثل من يتلاعب بنادي الأهل، نادي القرن، النادي العظيم. خلونا ناخد فاصل وراجع لكم الحلقة النهاردة نار، اوعوا تروحوا في أي مكان. رجعت لكم مرة تانية. زي ما بقول لكم النهاردة عندنا أحداث كتيرة وأحداث طويلة، برضو حابب إن أنا أتكلم في نقطة معينة. في ناس ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بالمال وأنعم عليها بالشهرة، لكن الناس دي لا تكتفي ولا تنضب، والناس دي شفناهم بيلعبوا في كل القنوات. هو ده أكل عيشه، يعني ده أكل عيشه. في كل واحد في الدنيا عنده موهبة، الموهبة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له واداها له علشان يقدر يلاقي أكل عيشه. شفنا من مساء الأنوار لمساء بيراميدز لمساء أونسبورت لمساء مودرن سبورت لمساء تن، كل المساء اللي شفناها في الدنيا شفناها. لكن يبقى شيء مهم جدا، أنا النهاردة لما أكون عندي مبدأ، وهو المشكلة في يعني اللي بيحارب المبدأ ده، عايز أقول لكم إن عيلة النادي الأهلي دي بتفكرني بفيلم أو مسلسل المال والبنون. المال والبنون، شفنا عبد الله غيث، وشفنا اللي هو عباس الضو، وشفنا سلامة فراويلة. سلامة فراويلة دي وعباس الضو، عباس الضو بيحمل الأصل، بيحمل الأصل. عيلة سلامة فراويلة فوجئنا ان هم لقوا حاجة، بقوا اغنية، مشوا طريق الغنى الفاحش، ولكن في النهاية
الناس دي بتبقى مطار طير وارتفع إلا كما ارتفع وقع. النادي الأهلي بيمثل لي بالظبط عيلة عباس الضوء، العيلة اللي عندها أصول، عندها مبادئ، اتعلمت حاجة من أهليها من جدودها بتحاول تكمل بيها. فدايما الناس شايفاها في إطار الاحترام، وناس تانية هوب ظهر معاها قرشين بيطغوا على السطح وبعد كده بيروح. ده اللي في الفيلم أو في المسلسل. الأهلي عنده أصول وجذور ومبادئ، مبادئ اتعلمها خدها من الكابتن الله يرحمه المايسترو صالح سليم، خدها بعد كده الكابتن حسن حمدي، خدها بعد كده الكابتن المهندس محمود طاهر، حتى الناس اللي هجمته خدها بعد كده الكابتن محمود الخطيب، فتبقى عائلة الأهلي. النهاردة انت محتاج ايه؟ يعني فلوس وربنا كرمك ووسع عليك، شهرة ربنا اداك وانت لا تملك اي اداة من ادوات التعليق غير زي ايه خالتي اللتاتة طبلة بلدي وانت قاعد ايه تعلق يتعمل عليها ريماكس بتاع. لكن نشوف مثلا نجوم التعليق اللي بنشوفهم في العرب، نشوف كابتن الله يرحمه كابتن محمود بكر، الكابتن ميم الشربيني، الناس العمالقه في التعليق، عندك دكتور طارق الادور، الناس المحترمه جدا، محمد عفيفي برضو رجل رائع في التعليق عنده معلومه، السباعي، ناس كتير جدا جدا عندها قدره انت ربنا سبحانه وتعالى اديها لك. لكنك الموهبة اللي اداها لك ربنا، ما هو ربنا ما بيديش موهبتين ثلاثة، يعني ايه؟ ما تلاقوش مثلا بيلعب كمال أجسام مثلا وبطل العالم وصوته حلو، يعني هي حاجة من الاثنين. فربنا سبحانه وتعالى الموهبة، في مواهب بقى مواهب شيطانية مش مواهب ربانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش للبني آدم المادة الخام اللي هي إن أنا أقعد أعرض وأكبر وأفخم وأدي، دي مش أي حد بيعملها، دي دراسة. يعني خلي بالك التعريض ده دراسة، ودراسة ومحتاج ماجستير ودكتوراه علشان ربنا سبحانه وتعالى عشان ايه تبدأ تاخد موهبة وقوة وأداء وتمكن وتقدر تلعب على كل الحبال اللي موجودة، كل الحبال، انت تجيد اللعب على كل الحبال. فمالكش دعوة بالنادي الاهلي وجمهوره، ما تدخلش نفسك مرة تيجي على لعيب تقول صلاح ترك، وكل واحد اشترى لاعب، اللاعب بقى يسمى باسمه. الشيخ تركي جه راجل كان رئيس شرفي للنادي الاهلي، فعل ما بوسعه وبجهده، النادي الاهلي تعامل مع الشيخ تركي بما يكفي مبادئه، الاثنين اختلفوا الامر خد شده ورده كده، وبعد كده الامر راح وبقى الاثنين بيجادلوا بعض الاحترام والتقدير. النادي الاهلي قال له شكرا، هقفل باب على نفسي وهدير بطريقتي ومبادئي، والراجل قال شكرا انا عندي نادي جديد وهعمله ويبقى فيه منافسه في الرياضه المصريه، اهلا وسهلا. حلو الكلام قوي كده، حلو قوي الكلام كده. انت بقى تقعد تدي واحده زياده، صلاح ترك ليس بالنيل والتمني لكنه التعريض بالتمني. يعني انت لو انت عايزه يبقى الاولى مدحت، يعني ما بقى لان ايه انت العمال شغال، هو خلاص الراجل ادى صفقه زي ما منح الزمالك صفقات كتير، زي النهارده لما بيقول المصري هيدعم النادي المصري عشان الكونفدراليه، بيتكلم عن تدعيم لنادي الاتحاد، ده حلو جدا، يعني اتمنى انه يدعم من نادي الاتحاد، واتمنى انه يدعم النادي المصري والنادي الاسماعيلي، هيبقى فيه منافسه حقيقيه وهيبقى فيه كوره بجد. ولكن لازم برضو، وانا بحط منافسه حقيقيه، لازم يبقى فيه تسعيره للاعبين. النهارده ما ينفعش حد يتملك السوق لوحده، يعني ما ينفعش النهارده حد يجي اي لعيب ده يقول لك ب 50 مليون، مين اللي بيقيم اللعيب ده؟ شفنا في العالم كله في بورصه لاعبين، يعني مثلا النهارده صلاح ثمنه 200 مليون يورو، صلاح ما اجتش الموسم ده سعره بينزل من 200 ل 100، فاللي بيخش يشتري صلاح مش هيشتري ب 240، لا هو سعره له سعر في السوق وده معروف. النهارده لما تجيب لاعب في الدوري المصري وتضع، طب صلاح محسن ده يا جماعه، صلاح كان معروض عليه نادي خليج، نادي بره 2 مليون دولار، وال2 مليون دولار او يورو بيعملوا ال40 مليون جنيه اللي الاهلي اشتراه بيه، مش ده ثمن صفقته. فالنهارده انا بقول لك كفاك بقى، يعني ايه نحترم سننا، نحترم يعني عملت اعلانات للفانيلات الداخليه، ناقص ايه تاني؟ يعني عملت اعلان للفانيلا والبوكسر، يعني خلاص، يعني انت وصلت من الحلاقه لغايه البوكسر، فخلاص يعني كفايه،
كفايه كده وابعد عن النادي الاهلي وما تحاولش تضايق في جمهور النادي الاهلي، وانت تعلم يعني حتى الاسئله في منتهى الخبص، الاسئله مش عارف ايه، ونفس اللي انت كنت بتقوله هنا هو اللي بتقوله هنا. اختلفت الاسماء، اختلفت الاسماء، يعني اللي كنت بتشكر فيه في مساء الانوار دعبس بي هي مساء بيراميدز تركي بي، هي مساء مش عارف مين بي الشيخ مش عارف، هي نفس القصه، هي نفس القصه، هي اسماء بتختلف وتطبيل واحد. زي ما بقول لكم الاهلي سعيد بالمنافسه الحقيقيه، والنادي الاهلي وجمهوره لو اتضايقوا من المنافسه الحقيقيه يبقى غلط. الاهلي يطالب بالتحكيم عادل بمبدا عداله، والعب ان شاء الله تجيب احسن لعيبه في العالم. انا مبسوط بالتجربه دي، يعني والله العظيم مبسوط بتجربه بيراميدز النهارده. الناس بدل ما بتتابع الاهلي والزمالك والاسماعيلي بدات تتابع الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز. طب الاسماعيلي جاله لعيبه والمصري جات له لعيبه والاتحاد جاله لعيبه، يبقى هيبداوا يتابعوا الاهلي والزمالك والمصري وبيراميدز والاتحاد، اذا هتبقى بطوله مولعه. فلو البطوله مولعه يبقى انت النهارده بترفع اسم مصر. لكن ودينا اقول لكن، هل الهدف هو المنافسه الحقيقيه؟ هل الهدف ولا الهدف ان انا النهارده اكوش على كل اللعيبه اللي موجوده اللي يحتاجها النادي الاهلي او يطلب تعاقد مع النادي الاهلي، وان انا اكون سبب من اسباب اسقاطه؟ انا استبعدها تماما عن السيد تركي الشيخ، لان اعلم محبته للاهلي. والنهارده بنسمع كمان كلام بيتقال ان عموري قد يكون احد الصفقات في الصلح. ارى ان النادي الاهلي مش هيوافق على اي صفقات، وارى ان هذا حق النادي الاهلي تماما، هو يقدر ايه حقه، يقدر ايه اللي هو عاوزه، يقدر مبادئه تمشي ازاي، يقدر رغباته تمشي ازاي، والشيخ تركي يحترم هذا، وهذا هي العلاقه. نريد منافسة حقيقية، تحديد سعر عادل للاعبين. اللاعب بقى عايز يروح الاهلي يروح، عايز يروح بيراميدز يروح، عايز يروح المصري يروح، يروح الاتحاد يروح. اللاعب ده سعره من 4 مليون ل 10 مليون، اللاعب ده سعره من 10 ل 15، لكن ان احنا هندخلها في سوق مال واللي معاه فلوس يسيطر عليها، ده هيبقى صعب جدا. ولكن الاهلي ايضا يستطيع ان هو يجيب طلباته، لان اسمه عليه ارقام وعليه تاريخ. فالنهارده مثلا رمضان صبحي لما ذكر اسمه الراجل قال لك انا لا العب بره، لا العب في النادي الاهلي. ففي لعيبه هتلاقي عندها مبدا، ممكن قد يكون مثلا لعيب تاني يقول لك لا العب في نادي بيراميدز. هي مش اتهام بالخيانه ولا غيره، ولكن زي ما بقول لكم النهارده النادي الاهلي قادر على تعويض الاشياء اللي عنده، قادر على استخدام لعيبه من اي مكان. النادي الاهلي باسمه وكيانه، وبعدين النادي الاهلي ليس فقير على الاطلاق. النادي الاهلي النهارده بنتكلم في مليار جنيه دعم، مش دعم عفوا، مليار جنيه بس وغيره، يعني مليار جنيه بس وغيره. فالنهارده بتتكلم ورعايه، يعني مليار جنيه بس ورعايه، فاذا في مبلغ ومبلغ محترم اقدر احقق بيه الصفقات. فالنادي الاهلي قادر على ده، نتمناها منافسه حقيقيه، نتمناها منافسة حقيقية وليست كيد ناس زي ما الأخ قال في تصريحه الأسبوع ده. الأهلي لا يعترف بهذا الكيد، الأهلي بيعترف بالقدر والتعب والجهد. وشفنا النادي الأهلي لما حب يعمل حاجة بيعلم الدنيا كلها. النهاردة فنانين رياضيين إعلاميين وبرضو يعني أنا بشكرهم جدا جدا على إرسال اللائحة، وكان ليا كام نقطة طلبت بتعديلها، وسعدت جدا جدا إن النقاط دي تعدلت في اجتماع النادي الأهلي الأخير، وخدوا بكلام الواحد أكتر من 6 نقاط طلبت بتعديلها في اللائحة. شغل جميل جدا بيعمله النادي الأهلي، حوار مجتمعي محترم، حوار مجتمع كده لما يروح فايل كده كامل. الاستاذ احمد سعيد رجاء، بما انك خلاص اعتبرت ابن النادي الاهلي عايزين رايك. النهارده المهندس محمود طاهر عاوزين رايك، مع ان المهندس محمود طاهر لم يكن يتعامل مع المجلس الموجود ده بقدر الحب والتودد اللي موجود، لكن مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل حاجه لشعب الاهلي، فلازم ياخد راي الناس كلها. فنانين طلبوا تغيير بنود اتغيرت، رياضيين سياسيين
رؤساء مجالس إدارات سابقين، راح ملف للكابتن حسن حمدي، راح ملف للمهندس محمود طاهر، مش الأخ اللي طلع يغني ويقول لك مفيش حاجة راحت للمهندس محمود طاهر، والمهندس محمود طاهر طلع كذبه تاني يوم وقال لا وصلني الملف ووضعت كذا بند فيه وأتمنى التعديل. ده النادي الأهلي، النادي الأهلي ما بيتعاملش بهذا المبدأ على الإطلاق. النادي الأهلي ما بيعملش مؤتمر، المؤتمر بتاع النادي الأهلي بيتكلم فيه عن لائحة تنفيذية للنادي الأهلي، يبقى المؤتمر للائحة التنفيذية فقط لا غير. ما بهاجمش، ما بنتقدش، ما بشتمش، ما باخدش في سمعة، ما باخدش في عرض، لا أنا راجل جاي بعمل بيان محترم، بيان محترم عن لائحة تنفيذية الناس كلها بتشارك فيها. مشهد يفرح، مشهد يفرح، مشهد التنفيذي النادي الاهلي مشهد يفرح، كل الناس مشاركه فيه، وبعدين بيعمل لك اعتزاز وتقدير حتى لاولادك. النهارده انا بدافع عن النادي الاهلي وجند من جنود النادي الاهلي في الميديا، فيجي النهارده النادي الاهلي يبعت لي ببقى فخور وانا بوريها لابني، شوف التقدير النادي الاهلي بعت لي اللائحه عشان ياخد رايي فيها، فيطلع الناس يعرفوا ان النادي الاهلي بيقدر الرجاله اللي معاه. يعني احنا شفنا، وده على فكرة يعني برضو ميزة جميلة في مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الراجل شفنا احمد الشريف، شفنا غيره، الراجل محد بيقف في ظهره، الراجل بيجيبه وبيدعمه، بدل ما كانت ناس بتشتري هوا الناس دلوقتي بتقبض وبتاخد فلوس وبرامج ومتاح، فميزة كويسة جدا. ما هو النهاردة مش المفترض والمفروض ان انا اجي امشي في الشارع الاقي حد بيتخانق مع اخويا الكبير او الرمز الكبير واسيبه وامشي، هبقى انا كده انسان مش محترم، وما ينفعش ان انا اقف ادافع عنه واعمل عشانه مشكله وهو يسيبني ويمشي. مش رجوله، لا ده احترام ولا دي رجوله. فالنهارده النادي الاهلي لما يرسل هذه اللائحه ويقول لي رايك فيها، لما يكون في مباراه مهمه ويجي يقول لي تعالى المقصوره وتعالى اتفرج معانا وشاهد معانا وشجع معانا، الانسان لازم، لان النادي الاهلي عليه جميعا وعلى جميع اعضائه وعلى جميع الجمهور كمان. النادي الاهلي مش هيرد على كل غس وسمين، ومش هيرد على كل معتوه، ومش هيرد على كل واحد يهاجم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي له طريقه وكيان، يبقى لازم يكون له رجاله اللي تقابل الهجوم ده، اللي تقابل الانتقاد ده، علشان الحاجات بس يسيبوا الحاجات اللي لازم النادي الاهلي يرد عليها يرد. النهارده مثلا حد طلع يعني سب الاعضاء او شتم الاعضاء، فالاعضاء مش هيطلعوا يشتموه، فحد تاني بيوضح موقف النادي الاهلي وبيرد ويرد بقوه وبعنف، ولكن باحترام للمشاهد اللي موجود، وباحترام للمشاهد اللي موجود. زمان في ناس بتتفرج دلوقتي عماله تقول لك هنوديك فين تاني، هنوديك سبيستون، يعني انت عايز مننا ايه يعني؟ فالقصه صعبه جدا، القصه صعبه جدا، ولكن في النهايه انا زي ما بقول لكم كده، النادي الاهلي له حكم وله مبادئ وله كيان، مين بقى اللي بيدافع عنها؟ وهي دي القصة، هي دي القصة اللي هي الناس كلها بتتكلم عنها، جمهور النادي الأهلي. وخلي بالك ان رئيس النادي الأهلي لازم يعمل احترام واحتدام ليه، للنادي الأهلي وكيانه. يعني ما ينفعش النهارده مجلس إدارة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي مش عايز عبد الله السعيد، فيطلع مجلس إدارة النادي الأهلي يسيب عبد الله السعيد، لا. ومش بنقول الجمهور بيمشي مجلس الإدارة، لا، ده الجمهور بيراجع مجلس الإدارة وبيقول له حسام حسن لما عمل كذا مشي، إبراهيم سعيد ما رجعش، عصام الحضري ما عرفش يخش النادي الأهلي تاني، مع إن لو عصام الحضري موجود مع النادي الأهلي وكمل، ما احنا مش هننكر ونحط راسنا في الرمل، عصام الحضري لو كان موجود كانت بطولات النادي الأهلي زادت التلت، يعني في الفترة الأخيرة كانت زادت التلت، لانه كان عنصر مهم جدا من كل انتصارات النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عمل اللي قال عليه الكابتن صالح سليم، قال لو كان لديك شيئين، مبدا وبطوله، فانصر المبدا ولا تنتظر البطوله، وده كلام جميل. عشان كده طلعت كلمه الاهلي فوق الجميع، الكلمه اللي بتغيظ وبتضايق. النهارده النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا وفرقه تانية لا بتشارك في دوري ابطال افريقيا ولا بتشارك في الاتحاد الافريقي الكونفدراليه ولا بتشارك في اي حاجه، والسنه الجايه مش هتشارك كمان في دوري ابطال افريقيا. فانت النهارده عندك فرقه ما بتشاركش في اي حاجه، اللي هي السنه دي عفوا، ما بتشاركش في اي حاجه، ويقعد يتكلم عن المؤامره، عن هو انت بتشارك؟
يعني عبد الصمد عمل اللي عمله واتغابه وتخرجك بره البطوله، انت بقى ما بتشاركش دلوقتي، وعبد الصمد راح خارج بعدك من البطوله، هو دخل خرجك ومشي زي المندوه كده في بني عبيد. الواد كان بيحش الضروه، قال له في ماتش نزل جاب جون وخرج. فانت النهارده عندك مواضيع كتير قوي، عندك خليك بقى خليك في البطوله اللي انت بتلعب فيها، البطوله العربيه، خليك بتلعب في الدوري، مالك انت بقى ومال بقى الاتحاد الافريقي وابننا اللي بيمشي البتاع واللايحه وطلعت ورقه حوريا الغيني، لا انت كنت هتلعب انت مالك؟ انت مالك؟ النهارده النادي الاهلي مثلا ما بيشاركش في البطوله، بلاش ما بيشاركش دي عشان ما بتحصلش، النادي هنشوف اي نادي تاني يعني، نادي مثلا الاسماعيلي ما بيشاركش في البطوله، ما بيشاركش في البطوله، والبطوله مثلا حوريا الغيني هيلاعب مثلا بني عبيد، حوريا الغيني هيلاعب مثلا فرقه النجوم، اي فرقه من الفرق دي، هل الفرق دي هتعترض؟ انت مالك؟ انا مش في البطوله، انا مش في البطوله، واحد عامل فرحه ومش عازمني اخش اقول رايي، واحد عامل فرحه ومش داعيني اخش اقول رايي، طب انت بتقول رايك ليه؟ ما رايك مش هيتاخد بيه، اولا انت مش في البطوله، اولا انت ما بتلعبش، وبعدين مش لازم يعني مش لازم كل شويه افكرك انك مش في البطوله، لا السنه دي ولا السنه اللي قبلها، وخرجت من فرق غريبه المشاهد، النادي الاهلي نهائي بطوله افريقيا المره اللي فاتت او البطوله اللي فاتت، انت انا عايز اقول لك على حاجه غريبه جدا، انت النهارده بتتكلم بالفريق واخد 40 دوري، خلينا بس في النقطه دي، فريق واخد 40 دوري وفريق واخد 12 دوري، 12 دوري، فيجي يكلمك يقول لك ايه؟ انت عارف ان انت سبقت السبق ده كله من ايام حسن حمدي ووكاله الاهرام، طب تعرف ان قبل وكاله الاهرام، قبل وكاله الاهرام كنت انا 28 بطوله كنادي اهلي وانت 8 بطولات، وانت 8 بطولات، وبعدين في الدوره الثانيه اللي انت بتتكلم فيها دي، في دوره اللي هي بعد الثوره ما كانش فيه بقى زي ما انت بتقول، انا برد على كلامك يعني التدعيم والكلام ده كله، 4 سنين 5 سنين انت خدت منهم الدوري مره واحده والاهلي خدوا 4، انت خدته مره واحده والاهلي خد 4، يعني لما كانش فيه مجلس اداره الاهرام كان النادي الاهلي واخد البطوله 28 مره وانت 8 مرات، بمعنى ان كل ما النادي الاهلي يحقق 6 بطولات انت بتخش تاخد لك بطوله، من 5 ل6 بطولات بتخش تاخد لك بطوله، الرقم طلع شويه بقى، النادي الاهلي لما بيحقق 12 بطوله انت بتاخد الدوري 3 مرات. المشكله الاكبر من كده ايه؟ وده ما بيحصلش على فكره، النادي الاهلي يعتبر من اكثر الانديه في العالم اللي واخد الدوري، والفريق اللي تحتيه اللي هو المفروض المنافس الحقيقي ليه واخد 12، انت بتتكلم في 40 12. المفاجاه بقى او مش المفاجاه المتوقعه، حسام عاشور عنده كام بطوله؟ عنده 11 بطوله، يعني حسام عاشور لما ياخد الدوري السنه دي هيبقى عنده 12 بطوله، يعني هيبقى الجدول الترتيب هكذا، النادي الاهلي المصري تحتيه حسام عاشور، تحتيه نادي الزمالك. هنتكلم معاه في لائحه تنفيذيه للنادي الاهلي، وهنتكلم على مباراه النادي الاهلي وحوريا الغيني، فاللقاء تاجل بس، اللقاء تاجل بس ايه لغدا ان شاء الله من الساعه 11:30 ل 12:30. كنت بتكلم عن مباراه النادي الاهلي وفريق حوريا الغيني، النادي الاهلي استجاب لرغبة كارترون ان يكون في طائرة خاصة تنقل الفريق، البعثة يرأسها الوزير سيادة الوزير العام فاروق الوزير الاسبق نائب رئيس النادي الاهلي، القائمة زي ما احنا عارفين، نقول لكم بقى ان شاء الله التشكيل، محمد الشناوي، كوليبالي، سعد سمير، احمد فتحي، هيبقى مهم جدا عودته في هذا اللقاء، الناحية الثانية طبعا هيبقى علي معلول، خط الوسط هيبقى مكون من أكرم توفيق وحسام عاشور، أو حسام عاشور وهشام محمد يعني أيهم أقرب، ناصر ماهر قدامه، أزارو، وليد سليمان عودة مرة تانية، ومؤمن زكريا. أقول لكم تاني تشكيل النادي الأهلي، ده انفراد لبرنامج كلام في الكورة، أقوله مرة تانية، محمد الشناوي لحراسة المرمى، سليف كوليبالي جنبه، سعد سمير يمينا، أحمد فتحي يسارا، علي معلول،
حسام عاشور وسطا، بجانبه هشام محمد لغياب السلية اللي هيستمر شهر كمان، في قدامه طبعا ناصر ماهر، طرفين وليد سليمان، والطرف الثاني زي ما بقول لكم كده هيبقى مؤمن زكريا، ومهاجم وحيد وليد أزارو. ده تشكيل النادي الأهلي. نتمنى للنادي الأهلي التوفيق. النادي الأهلي حصل على 6 تسجيلات 6 مباريات لفريق حرية الغيني. كلامنا مع الكابتن محمد يوسف قال انه فريق صعب جدا على أرضه، وانه فريق قوي، وان النادي الاهلي عارف انه فريق قوي، ومفيش لقاء في الدور الثمانية يتقال عليه لقاء قوي ولقاء ضعيف. اي فريق وصل لدور الثمانية هيبقى فريق له كل الاحترام والتقدير. فطبعا ان شاء الله المباراة هتبقى الساعة 5 يوم الجمعة. بنتمنى النادي الاهلي الانتصار، لانه هيبقى انتصار مهم جدا جدا في دوري ابطال افريقيا. هيعلق على المباراة الكابتن احمد الطيب، وطبعا زي ما انتم عارفين هنقعد بقى نسمع ان البطولة خسرت نادي الزمالك، ونادي الزمالك لم يخسر البطولة. وعايزين نقول له ان النادي الاهلي ليس له دخل على الاطلاق، يعني النادي الاهلي هو كده كده النادي الاهلي مكمل في مركزه المركز الاول. المركز الثاني اللي انت متعود تاخده خده حد تاني، انت اللي ما خدتوش، لا مؤاخذه يعني انت اللي ما خدتش المركز الثاني. فالنهارده انت مش قادر تحصل عليه، مش قادر تحصل على المركز الثاني، فتقول البطوله الافريقيه. طب ازاي البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه تخسر فريق اصلا لم يستطيع الوصول للمركز الثاني؟ ودايما حتى يعني كان من الكلام اللي بيتقال في تعليقات الكابتن فاروق جعفر ان الزمالك عنده مشكله ورا، ودايما الزمالك مفتوح من ورا دفاعه. فلو الزمالك اتسد من ورا من دفاعه اظن ان هيبقى في نتائج احسن من كده بكتير. الاهلي خلاص قلنا حصل. عدد الالقاب الافريقيه والمحليه التي توج بها حرية الغيني، بطل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية سنة 78، توج حرية بالدوري الغيني في 15 مناسبة، يا أكثر من فرق هنا كتير. كان آخرها عام 2017 ونال كأس غينيا 7 مرات. حارسهم خديم نضاي، ده الحارس السنغالي اللي لعب كأس العالم البطولة دي اللي فاتت، حارس كويس قوي، حلو جون ده، لا مش كويس قوي، كويس نص نص. السنغالي وحرص عليهم اسود ترنجا في كاس العالم وشارك في جميع مبارياتهم. يعني ما يكون احسن لاعب حارس مرماهم ده برضو شيء لازم نخلي بالنا منه كويس جدا، لازم نخلي بالنا منه كويس جدا. زي ما بقول لكم زي ما انتم شايفين كده لقطات جابها الزملاء للمباراه. بنشكر الزميل علاء ابو الحاج والاستاذ محمد دقروري والاستاذ علي راضي ومين تاني يا جماعه والنبي فكرونا بالاسماء، والاستاذ احمد كهربا نجم نجوم الرياضه، والاستاذ سيد، والاستاذ علي الرياضه، والاستاذ علي الدقروري عريسنا الكبير. يعني بنشكر الناس دي كلها، لان الناس دي كلها بتتعب. وطبعا الصف اللي قدامنا كله ناس محترمه وناس عزيزه على قلوبنا، من القنوات اللي رحناها الناس فيها محترمه كلهم بجد. يعني بنشكر الدكتور عبد الحميد ومين تاني يا جماعه والنبي فكرونا بالاسماء يا جماعه، والاستاذ هاني الدبالي طبعا اللي دايما راجل واقف معانا وبيساندنا وبيتعثر في ظروفنا، وان شاء الله نبدا نظبط معاه المواعيد عشان عارف ان هو متضايق. فالاستاذ محمد كيلاني، كل الناس يعني، والدكتور هاني ابراهيم، كل الناس، نور هاني ابراهيم، الدكتور اصلح بيه نقط فرح مش هيسكت النهارده. ف طبعا ذكرى 17 للمايسترو صالح سليم. صالح سليم الدكتور بياخد من كل واحد بيقول اسمه 50 جنيه. كابتن صالح سليم زي ما قلنا هو احد رواد كرة القدم المصرية وقائد ثورة التطوير الحديثة في النادي الاهلي اللي قاد النادي الاهلي يصبح نادي القرن. وهتكلم كلمة كده على نادي القرن. كنت بتكلم مع يعني صديق زملكاوي وبنتكلم عن موضوع نادي القرن، وبيقول لي ازاي ان نادي الزمالك يكون حصل على بطولات اكتر من النادي الاهلي. والنبي خليك معايا وبعد كده نرجع للكابتن صالح، لان النقطه دي مهمه جدا، نقطه نادي القرن.
والحوار اللي دار بيني وبينه لانه حوار مهم جدا. فقال لي ازاي يبقى نادي الزمالك حصل على 5 بطولات والنادي الاهلي حصل على 3 بطولات او 4 بطولات افريقية ونادي الزمالك ما يبقاش نادي القرن الافريقي. وطبعا هو كلامه في السياق العام تشعر ان هو مقنع، لكن لما تيجي تقول يقول لك 5 اكبر من 4 لا طبعا. طب خلينا ناخد الاول الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، من الناس المحترمين والناس المميزين جدا جدا وعامل شغل كبير جدا كعضو مجلس اداره، وبشكره جدا على الحوار المجتمعي الهائل اللي عمله النادي الاهلي. وهو ده النادي الاهلي لا ينشغل ابدا ابدا الا بالاشياء المهمه الثقيله. مساء الخير. مساء النور استاذ. ازيك يا استاذ طارق، اخبار حضرتك ايه؟ الله يسلمك. الله يسلمك. اولا منورنا في البرنامج وانا برحب بحضرتك وبشكرك على كل المجهود الكبير اللي عمله اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. بصراحه صوره مشرفه رائعه تشرف الرياضه المصريه وتدي صوره بره، يعني هي الصوره اللي احنا عايزين فعلا نبعثها للرياضه المصريه. هو الحمد لله هو ده الطبيعي وده تاريخ النادي الاهلي. يعني لسه كنا بنتكلم شويه انا ومجموعه من الاعضاء في النادي ان هو تاريخك هو جزء من الحركه الوطنيه في مصر، يعني جزء من تاريخ مصر هو النادي الاهلي. فالطبيعي طبعا لما نكون في مجال وضع اللائحه يبقى لازم يكون في حوار مجتمعي، لان النادي الاهلي بس مش ملك لاعضائه، هو ملك الاعضاء ومشجعيه ومحبيه على مستوى الوطن العربي كله. ودور النادي الاهلي على مستوى التاريخ دور مشهود، فبالتالي وضع لائحته دي لحظه تاريخيه، يعني حدث تاريخي ويستحق النادي الاهلي ويستحق اعضاء جمعيته العموميه ان احنا كنا نعمل الحوار المجتمعي ده. يعني هو الحمد لله حوار غير مسبوق في تاريخ الجمعيات العموميه للانديه في مصر انك تنزل مشروع لائحه بدون اي تدقيق لغوي فيها او خلافه، بس العامل الوقت ان انت تخلي تشرك كل الاطياف في مراجعتها وكل واحد يدلي بدلوه في اي مقترحات، بحيث ان احنا يعني تجاوزنا عدد كتير قوي من التغييرات في البنود، يعني يمكن اكتر من 38 بند بناء على مقترحات اللي جات لنا من جمعيه عموميه، اللي الحمد لله كان في تفاعل غير طبيعي من اعضاء جمعيه عموميه. يعني وصلنا اكتر من 3000 مقترح غير ما يتم بقى في الاحاديث حوارات اعضاء النادي او خلافه. الحمد لله فاتحين الباب لجميع الاعضاء ان هم يقرروا، وفي الاخر بنقول ان لازم تكون هي لائحه النادي الاهلي مش لائحه مجلس الاداره. مظبوط. لائحه تخص اعضاء النادي الاهلي ومحبيه. صحيح. في النهايه هو ده، هم اعضاء جمعيه هم لهم السلطه في وضع لائحتهم، وفي نفس الوقت بنحرص ان تكون اللائحه لها المشروعيه، يعني البنود اللي بيقترحوها اعضاء الجمعيه العموميه اللي بتكون في صالحهم وفي صالح النادي الاهلي بنلبيها فورا، مع الاخذ بالاعتبار مشروعيه ان يكون ليها المشروعيه، تكون الكلام ده يستند الى القانون وللمواثيق والاعراف اللجنه الاولمبيه وخلافه والاحكام الدوليه، بحيث كمان نحافظ على مشروعيه اللائحه. طيب ايه بالنسبه لك انت كشخصيا، يعني ايه اكتر بنود اسعدتك في هذه اللائحه وانت كنت حريص على تغييرها من اللائحه القديمه؟ والله ما فيش، احنا كنا محايدين جدا وما زلنا في وضع اللائحه. هو اللي بيسعدنا الحاجات اللي تلبي اي نقطه، لبت اي تعديل لبى رغبات الجمعيه العموميه، فهو ده في حد ذاته. لدرجه ان احنا كان في حاجات اكتر يعني، بس لولا تعارضها مع الحاجات المتعلقه بالقانون، قانون الرياضه او متعلقه بالميثاق الاولمبي، فدي يعني تم حذفها. يعني اما اي حاجه كان فيها اعتراض كده يعني، ونذكر جمهور النادي الاهلي ان رغبه الجمعيه العموميه هي اللي الغت بند تفعيل ال8 سنوات. كل بند يا فندم من الحاجات اللي اتلغوا، احنا عملنا زي رسم بياني كده بترتيب الاولويات في اقتراحات الجمعيه العموميه، فده من البنود اللي كان ليها يعني ليها بوينتس كتيره قوي في المقترحات اعضاء الجمعيه العموميه. وفي نفس الوقت برضو يعني عدينا، لان استنادا الى مع ان البند ده كان يعني الكابتن الخطيب هو اللي كان متبنيه، فعشان برضو بعد المناقشات وحوارات وكده تم الاستناد ان اعضاء جمعيه عموميه ما يبقاش في حكر على رايهم في اي حاجه. يعني في النهايه الصندوق قدامهم هم بيقرروا سواء في الرئاسه او في اي منصب من المناصب او وظيفه مجلس اداره ما له
حق ان هم ينتخبوه، سواء قعد 4 سنين 8 سنين 12 سنة، دي في النهاية الحق الاصيل للصندوق لاصحاب الجماعة يومية في الصندوق. تصادف ان مشروع النادي الاهلي، المشروع العظيم اللي عملته مجلس الاداره واللي شارك فيه جميع اطياف الشعب والجمعيه العموميه للنادي الاهلي بذكرى رحيل المايسترو صالح سليم ووضع اسس ومبادئ وبوادر النادي الاهلي، حابب حضرتك توجه له كلمه في ذكراه تقول له ايه؟ كابتن صالح سليم رمز من الرموز الجميله اللي موجوده الحمد لله في تاريخنا المصري كله، مش في النادي الاهلي بس. كابتن صالح واحد ممن أرسوا، يعني بص على مدار التاريخ كل عظماء النادي الأهلي لهم تاريخهم ولهم بصماتهم في النادي الأهلي، من يوم ما أنشئ النادي الأهلي، من يوم ما كانت فكرة عمر بيه لطفي، وكانت فكرة ومش هو اللي تولى رئاسة النادي، فكل العظماء اللي مروا على تاريخ النادي الأهلي عملوا إنجازات ووضعوا لبنة في تقاليد ومبادئ النادي الأهلي. كابتن صالح سليم كان له بصمة كبيرة جدا في كده، لدرجة يعني دايما بينسب إلى الكابتن صالح لمدرسة صالح سليم اللي هي متعلقة بالمبادئ والقيم اللي هي دستور الأهلي أو لائحة الأهلي. على فكرة هي هتكون يعني المشروع ده اللي هو إن شاء الله في خلال أيام هيبقى لائحة تصوت عليها الجمعية العمومية، هو تحت رداء برضو الجزء الأعظم منه في فكرنا ورؤيتنا هي الحفاظ على تقاليد ومبادئ النادي الأهلي اللي هي دايما كانت الحفاظ على المبادئ والقيم الميراث الحقيقي كل الثوابت اهم من البطولات، وبناء على كده هي المبادئ والكلام ده هو الحفاظ ده هو ده اللي جاب البطولات، يعني صح. اللي خلانا نادي القرن هو الحفاظ على المبادئ والبطولات. وشوفنا ده في موقفكم مع عبد الله السعيد، الالتزام بمبادئ النادي الاهلي، لا يعني بدون التطرق لاي يعني حاجات فيها تفاصيل، انما كل على مدار تاريخ النادي الاهلي كل رؤساء والحمد لله كانوا حريصين على النقطه دي، يعني طبعا كابتن صالح سليم على راسهم يعني، ودي حاجات اعراف خلاص اتبنت في النادي الاهلي، واللي بيستمر في النادي الاهلي على مدار التاريخ هو اللي بيحافظ على كده على ثوابت ومبادئ النادي الاهلي. بشكرك طارق بيه، ودايما ما يعني ما بتروحوش للمعارك الوهميه، ودايما المعارك الكبيره وقص النادي الاهلي هي اللي بتشغلكم دايما، بالتوفيق لحضرتك ولكل مجلس اداره النادي الاهلي. ارجع بس نقطه قبل الفينال بتكلم فيها عن حديثي تاني مره تانيه مع صديق زملكاوي بيقولوا 5 بطولات، بيقول لي 5 بطولات و4 بطولات، الخمس بطولات دول اكبر من الاربعه، الارقام لا تعرف الكذب والخداع. عايز اقول له بس حاجه بسيطة جدا جدا، النهاردة الاتحاد الافريقي حضرتك عامل بوينت، يعني ايه بوينت؟ يعني لو وصلت للمباراة دور قبل النهائي بتاخد نقطة، وصلت المباراة النهائية بتاخد نقطتين، فزت مثلا بالبطولة بتاخد 4 نقط، وفي هنا حاجة بنحوش فيها البوينت، فالنادي الزمالك مثلا وصل 4 بوينت في 5 نهائي خد 20 نقطة، وصل للنهائي مرة تانية وخسر خد نقطتين بقى 22 نقطة، النادي الأهلي مثلا حصل على 4 بطولات فأربعة في 16 بوينت، يجي النادي الأهلي لعب 4 تاني قبل نهائي واتنين نهائي فخد 4 بوينت تاني يبقى 20، وخد بوينتين كمان من ده وبوينتين من ده 24، بقى النادي الأهلي 24 ونادي الزمالك 22، هي فعلا لغة الأرقام لا مفيش فيها مجال كده، 24 أكبر من ال 22 مش الخمسة هي الأكبر من الأربعة. بشكركم، وبكرة ما تنسوش لقاء مهم جدا جدا مع شريف جمعة، وهنتكلم عن حاجات كتير، تابعونا إن شاء الله، هنحاول بعد كده نخلي البرنامج يومي في قناة الصحة وجمال، نظبط الخريطة إن شاء الله وهنتابعكم على طول. شكر كامل لكل الناس، والسلام عليكم ورحمة الله.